افتتح سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صباح اليوم فعاليات مؤتمر البحرين للمدن الذكية المستدامة الثالث 2018 بمشاركة خبراء دوليين من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويشارك في المؤتمر ما يقارب من 150 ممثلا من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بتحويل المدن الذكية المستدامة إلى واقع ملموس. وفي كلمة سعادة الوزير أكد أن المؤتمر يكتسب أهمية بالغة كونه يندرج ضمن المؤتمرات المتخصصة التي تحتضنها البحرين والتي ستحقق للمملكة الاستفادة من الخبرات العالمية اللي يمكن بالتالي دمجها مع التجارب المحلية الرائدة في هذا المجال بما ينعكس إيجابا على النهضة العمرانية في البلاد. وأعرب سعادته عن ثقته في أن الجلسات النقاشية مع الخبراء الدوليين المشاركين سوف تثري جلسات المؤتمر وستتيح الفرص للتعرف على كيفية الاستفادة من دمج التجارب الناجحة على المستوى العالمي مع المبادرات والدراسات القائمة في المستوى المحلي لضمان خلق نقلة نوعية في تقدم مملكة البحرين في مجال المدن الذكية المستدامة. وكرم سعادة الوزير خلال حفل الافتتاح الجهات الفائزة بجوائز المؤتمر نظير المشروعات القيمة التي قدمتها والتي تتعلق بإنشاء المدن الذكية المستدامة والتي تمتاز بالاستدامة والحلول الذكية. يهدف هذا المؤتمر إلى تحقيق مبادرات الاستدامة في عدة مجالات وخاصة في مجال الطاقة والبيئة وأيضا استخدامات المباني. هي مبادرات مهمة وحضارية وتأتي ضمن المبادرات التي تدعمها الحكومة وضمن برنامج عمل الحكومة.